الافضل الافضل بالنسبه للمصريين معروف طبعا. احنا لو اتكلمنا عن اللاعبين فاحنا محمد صلاح ما شاء الله متالق ومنتظرين النهارده ان شاء الله يبقى الاعلان الرسمي للافضل 2017 لدى الكاف يكون لاعبنا محمد صلاح. طبعا الافضل في كل شيء نتمنى يبقى مصري في الاول وفي الاخر. طبعا المرشحين لجائزه افضل لاعب هذا العام بالنسبه لجوائز الكاف محمد صلاح طبعا من مصر بيلعب في ليفربول الانجليزي، وساديو ماني من السنغال ليفربول ايضا، واوباميانج الجابوني لاعب بروسيا دورتموند. اما المرشحون لجائزه افضل ثلاث منتخبات في القاره الافريقيه الكاميرون مصر ونيجيريا، يعني دول بالنسبه للمنتخبات. اما الانديه فالاهلي المصري مازيمبي الوداد المغربي. بالنسبه للمدربين طبعا مستر هكتور كوبر واحد من المدربين اللي منضمين لقائمه الافضل، نتمنى ايضا ان هو يبقى واحد من هذه او افضل المدربين في القاره الافريقيه. طبعا نتذكر ان مصر اخذت لقب افضل لاعب عن طريق كابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي الحالي طبعا، ونجم من نجوم مصر في توقيت مميز جدا في الكره المصريه كان سنه 83. فبالتالي ان شاء الله في حاله حصول محمد صلاح على هذه الجائزه هيكون ثاني لاعب مصري يحصل على هذه البطولة. كلام بقى عن قوائم النهائية وجائزة الأفضل للكاف السنة دي هيكون طبعا مع واحد من النقاد الرياضيين المميزين رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع أستاذ عصام شلتوت. أستاذ عصام برحب بحضرتك أستاذ عصام. يا كابتن منور. عفوا عادتك ولا ايه؟ عادتك ها؟ عفوا سلامتك ألف سلامة. ربنا يخليك. منور قناة ناديك النادي الأهلي طبعا، ويا رب يكون فأل خير على كل الناس مع مشروع القرن الأهلاوي استاد ومدينة الأهلي الرياضية الترفيهية العالمية، واحد من أهم 10 استادات في العالم رقميا مش تصورا ولا حلما. يا رب يكون فأل خير على الكرة المصرية جمعاء يا رب. في وجود مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب، يعني اللي ينفع فعلا الأهلاوية زي ما قال زميلنا ابراهيم منيسي يقولوا عليه محبوب الخطيب مش بس محمود. احنا قلنا الف سلام عليه طبعا لحبيبنا الله يسلمه، لان هو كابتن محمود دخل المستشفى النهارده. انا سمعت حضرتك وطبعا دعاء جماهير مصر الجمهور الاهلي ما بيحبش قوي كابتن محمود، والجماهير العربيه في القلب منها نجوم اثروا الملاعب اخلاقا وفنا، مش احنا اللي هنقول طبعا عن نجوميه الخطيب الكرويه، لكن قام وهام اهلاويه توارثها كابرا عن كابر على الاقل في العصر الحديث، يعني مع مبادئ التتش وصولا استاذ فريق مرتجي كابتن صالح سليم كابتن حسن حمدي والان محمود الخطيب. يا رب يا رب يقومه بالسلامه ان شاء الله. المهمه صعبه ورغم تحدياته يعني لنفسه، لانه كلنا يعلم حجم الجهد اللي بذله مش بس بدنيا وكمان معنويا، وتحمل ضغوط كثيره. يا رب يمتعه بالصحه والعافيه. وانت بتكلمني على مشروع القرن صح، كنت متواجد واكيد بعض النبذات هاخدها من حضرتك، خصوصا ان النادي الاهلي النهارده موجود من ضمن افضل الانديه اللي هيختارها الاتحاد الافريقي النهارده ويعلن عنها. احنا يمكن احنا نادي القرن ودائما مرتبط اسمنا، يمكن ده اكيد مرتبط اسمنا بالقرن دايما. صحيح. حتى المشروع الاستاد مشروع اسمه مشروع القرن لانها المره الاولى اللي هيكون فيها ملعب ذكي في افريقيا في الشرق الاوسط وفي افريقيا. طبعا هناك ملاعب في الخليج الحقيقه حدث ولا حرج، لكن هذا الملعب سيكون الاكثر ذكاء. ستصحبه مثلا يعني ابداع زي اوروبا، ان القادرين بره بياخدوا بناوير خاصة أو أجنحة خاصة أو مكسورات خاصة على ما شفت، يعني بتبقى من 6 لـ 8 أفراد تقدر تدعوهم، أنت لديك ملاءة مالية. عشان كده دايما يقولوا الجمهور شريك الجمعية العمومية، وصحيح الجمعية العمومية بره هي أصحاب المال ثم ينتدبوا أيضا من بينهم ربما أصحاب المكسورات، دول بيبقوا مؤثرين. والجماهير بقى الجماهير الطبقة الوسطى اللي زينا ثم جمهور الدرجة الثالثة وكذا يبقى ليهم صوت مسموع، لأن هم دول اللي عصب الاقتصاد ده وعصب وجود هذا الفريق على القمة. قياساته الأولى بتبقى بجماهيريته وطبعا بتقلب بعد كده بطولات وكذا. عشان كده يكفي أن تعلم أن سيكون هناك فندق قرابة 100 غرفة بخلاف أجنحة برضو لمن يملكوا الملاءة المالية، وهم كثر عرب وأجانب المحروسة بالنسبة لهم إبداع أنهم يجوا يزوروها، يعني تبا للإرهاب اللي منع السياحة
قليلا، لكن تخيلوا انت في حمام سباحه معلق، انا مش مهندس صرف ما اعرفش ازاي، فهتشوف الماتش، تتخيل فهتشوف الماتش مش في شاشه، بس احنا شفنا ده على الشاشات في المؤتمر، يعني مش من خلال شاشه وحضرتك في البسين، لا ربما من خلال انه البسين زجاجي او شيء من هذا القبيل، كم من الراحه، العاب، مناطق ترفيهيه، كل جنبات الملعب كافيهات ومطاعم، من الماركات غالي ورخيص حسب قدراتك الشرائيه باحترام شديد، ما عدا حاله موحده الا وهي اداء الخدمه، يعني التواليت سوبر لوكس في السبع نجوم وتواليت الدرجه الثالثه، دي بقى الحاجات اللي فيها الانسانيه واللي هيسبق بيها النادي. وانا باكد لحضرتك من خلال معلومات عندي يعني مؤكده ان المستثمرين العرب والمستثمرين المصريين ابتدوا يشتغلوا فعلا، وابتدوا يعني يمكن حضرتك الاعلان خلال ايام يعني عن المكان، واللي بقوله للناس هو رغم انه يعني ما كانش يجب نعلن قبلا، لكن انا بقول لكم انه في التجمع الخامس هيكون استاد الاهلي بعيدا عن فرع النادي بالتجمع، لان المستثمرين التجمع الخامس ان شاء الله المنطقه القاهره الجديده يعني هنقول هي القاهره الجديده على فكره بتمتد حتى العاصمه الاداريه، لكن صحيح. مش في العاصمه الاداريه نفسها، لان العاصمه الاداريه مش معموله عشان يبقى فيها استاد للنادي الاهلي، قد تكون فيها مدينه رياضيه، قد تكون فيها قريه اولمبيه، لكن مش استاد لنادي يعني. وبالتالي هذا الطريق هو مصر الجديده، الامل، العنوان اللي احنا عايشين عليه من ثورة يونيو، وبالتالي 30 يونيو قال هيبقى فيه مصر الجديدة بكل طوائف الشعب، وبالتالي هي المنطقة دي اللي هيحصر فيها امتداد آمال المصريين وطموحها، مش عشان هي منطقة مصر الجديدة فعلا، ده عنوان لمصر كلها. وأظن أن هذا الاستثمار المصري السعودي الإماراتي بحب عربي واستثمار على أرض قلب الوطن زي ما هم قالوا، وشكرا طبعا للشيخ تركي آل الشيخ الرجل الأول في الرياضة السعودية، والذي أجمع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أنه هكذا يكون رد الجميل، وتم إطلاق صيحة أنه رئيسا شرفيا للنادي الأهلي. على فكرة عشان يعني تجار الكلام والموضوع مش محتاج يعني مداليل كثيرة، يعني هذا الحب العربي للنادي الأهلي وهذه الشعبية الجارفة هي التي ولدت أكثر من أهلي، على رأسهم أهلي جدة، فلما صحيح. كان في الزمان الأمير عبد الله الفيصل رحمه الله كقيادة رياضية وطبعا أحد أهم أعضاء الأسرة الحاكمة بالمملكة، كان أيضا رئيسا شرفيا للنادي الأهلي بما قدمه في وقت المايسترو، أظن لا أحد يزايد على المايسترو كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، هو الامتداد الطبيعي، وبالتالي هكذا يرد الأهلي الجميل ويؤكد أن الحب متواصل بينه وبين الأشقاء، وفي القلب منهم أشقاء سعوديين وإماراتيين وكويتيين من كل مناحي الوطن، لكن كانت هذه هي يعني الأكثر ارتباط دائما السعودية ومصر، الأهلي والأهلي، وبالتالي نشأ أهلي دبي يا أخي، حتى وأهلي الفجيرة يا أخي، حتى في الشمال العربي الأفريقي مش هنقول أهلي بوريج، أهلي طرابلس، أربعة أهلي في السودان نصنا الثاني أو أهلينا أربعة أهلي ما شاء الله، وبالتالي أنت تتحدث لغة الناس المفروض تفهمها، إنما في القلب الأهلوية فهمنا كويس والمصريين صحيح. طبعا عشان كده رجوعا بقى لكلام حضرتك الأول عن الجائزة، أنا عايز أروح لك للأفضل. صحيح، كل اللي بيتكلم الساعة 9 إن شاء الله، إن شاء الله سيبدأ الحفل إن شاء الله، و7 بتوقيت أكرم سيبدأ الحفل. صحيح، وبالتالي عايزين بس نقول أن هذه البطولة بدأت في العام 70 مع الفرنس فوتبول، تلك المجلة التي تربينا عليها في جيلنا على الأقل، وامتدت بعد كده لأجيال، وهي كانت صاحبة الكرة الذهبية الممتدة حتى الآن، عشان بس اللي بيفعصوا في الكلام بقى بالبلدي يعني. وبالتالي محمود الخطيب في العام 83 فاز بعد جولات وصولات، كان هناك ضبابية كده منذ حرب 73 يعني علينا من بعض الهواجس في قارتنا السمراء، إنما الأغلبية الكاسحة من محبي مصر في القارة والمدربين وأصحاب يعني المقام العالي في كرة القدم أقروا بفوز الخطيب اللي كان لازم يفوز بها في العام 82 كمان، لكن فكرة الاحتراف الخارجي ودي اللي منعت عن راحل عظيم في كرة القدم المصرية هو الكابتن إبراهيم يوسف الله يرحمه، منعت عنه هذه الكرة في العام 84 وراحت لتيوفيل أبيجا نجم الكاميرون بالطبع، لأنه كان عنده بس بونص زيادة إنه هو كان محترف في تولوز الفرنسي، وبرضه قال لك مصر مرتين ليه؟
لكن الابن البكر للكره طيب. الذهبيه كان محمود الخطيب. لان انا معايا تليفون من اكرى دكتور عادل كريم طبعا ياريت. يعني عادل كردي ولا عادل كريم طبعا. دكتور عادل مساء الخير عليك. على كابتن محمد لحضرتك تحياتي ليك، ويعني اكيد منتظر الافضل انت كمان ومن عندك من اكرى. طبعا حضرتك عارف يعني احنا هنا ما فيش حاجه يعني الاجواء كلها احنا كلنا مستنيين الحفله خلاص يعني في العدد التنازلي خلاص. طيب تحيات طبعا استاذ عصام شلتوت معايا في الاستوديو بيحيي حضرتك طبعا. عايز يعني الاجواء بقى، الاجواء بالنسبه للحفله حتى الان. هو يمكن كان في مؤتمر صحفي لسه خلصان من حوالي ثلث ساعه لمحمد صلاح وساديو ماني. اوباميانج ما حضرش لان هو لسه ما وصلش، يمكن هيوصل غانا خلال ربع ساعه وهيجي على طول على الحفله نفسه. صلاح وماني وصلوا بطياره خاصه من ليفربول النهارده، اتمرنوا الصبح وجم بطياره خاصه على المؤتمر على طول، وبعد كده جم على الفندق اللي فيه موجود فيه الوحش بتاع الكاف. هم يعني وبعد كده هنتحرك يمكن خلال 10 دقائق من دلوقتي هنتحرك مره ثانيه على مركز المؤتمرات في غانا او في اكرا تحديدا. في اكرا الحفله هيبدا ان شاء الله الساعه 7 باذن الله بتوقيت اكرا، يعني 9 بتوقيت القاهره ان شاء الله. صحيح. لا يعني سؤال بس، هو ليفربول باعت طياره خاصه للاثنين دول؟ طبعا طبعا بس عشان ناكد المعلومه للجماهير بس. وصلت من حوالي يمكن ساعه ونص تقريبا. جميل. وتتحرك بعد الحفل مباشره بعد نهايه الحفل. الاثنين هيطلعوا من المقر بتاع قاعه المؤتمرات على المطار على طول. طيب الكلام مع من خلال تواجدك هناك يا دكتور، يعني الكلام عليه بالنسبه للافضل، بالنسبه سواء بقى لاعب او منتخب او مدرب، يعني الكلام اكيد بيتردد حوالين كل وسائل الاعلام على الافضل بالنسبه لكل دول، يعني دكتور عادل سمع عن ايه يعني قدامه؟ هو يمكن الكلام فعلا هنا الكل بيتكلم على محمد صلاح، الكل حتى بيقول ان محمد صلاح هو الاحق. حتى يمكن في المؤتمر الصحفي اللي كان موجود من شويه كل الاسئله كانت من خلال صلاح، لدرجه ان يعني مدير المؤتمر طلب ان الناس تسال ساديو ماني. احد يمكن الصحفيين حتى في وسط صلاح بيتكلم وبيقول انا كنت اتمنى ان انا اكون الافضل، فحتى قال له انت الافضل فعلا، انت مش بتتمناش، انت فعلا الافضل. اعتقد حتى كل المدربين اللي اتكلمنا معاهم اغلبهم قالوا ان هم ادوا اصواتهم لمحمد صلاح، فنتمنى يعني ان شاء الله، طبعا مش هيبان الكلام ده غير في الحفل نفسه، لكن نتمنى ان شاء الله ان يكون صلاح ثاني مصري باذن الله في التاريخ يفوز بالجائزه. بالنسبه لافضل مدرب يمكن اعتقد في صراحة قوي جدا بين مستر كوبر وجارنت رور مدرب نيجيريا. لكن برضه يمكن مع كلام الناس اعتقد الافضليه لمستر كوبر. اعتقد بالنسبه لافضل نادي يمكن الوداد البيضاوي شبه محسومه، لان دايما افضل نادي في بطل دوري حصل على بطوله افريقيا. ويمكن افضل منتخب برضه اعتقد منتخب مصر قوي جدا في الفوز بكاس افضل منتخب ان شاء الله. طيب استاذ عصام مع حضرتك. دكتور عادل، الوفد المصري كان لغايه من ساعتين ثلاثه لم يصل بسبب رود الطيران، وصل مهندس هاني ابو ريده والذين معه؟ وصل يا فندم، وصل الوزير خالد عبد العزيز والمهندس هاني ابو ريده وكابتن مجدي عبد الغني واستاذ كرم بوردي وكابتن سيف زاهر ومعاهم محمود فايز، وكان مستر كوبر كان وصل امبارح من الارجنتين مباشره على هنا. الناس في اكرا اكيد انتوا كمصريين وانتوا ماشيين هم بيعتزوا قوي بمصر الغنيين عموما، فاكيد يعني كلهم مستبشرين لصلاح. يعني توافدت لنا او ترافضت لنا صور ان مشجعي ليفربول عاملين هناك حاله لمحمد صلاح، رابطه مشجعي ليفربول. دي حقيقه فعلا، هو فعلا الناس هنا كلها بتتكلم على محمد صلاح، والناس كلها يعني احنا مجرد ما بنمشي في الشارع بيعرفوا ان احنا مصريين، كي اول كلمه بتطلع على طول مومو صلاح على طول، يعني الناس كلها فعلا بتحب محمد صلاح جدا. وقدام قاعه مركز المؤتمرات بتاعت المؤتمر الصحفي كان في عشرات واقفين وكلهم نفسهم طبعا يشوفوا صلاح ويتصوروا معاه. وحاليا يمكن انا بكلم حضرتك خلاص ابتدت الناس تركب الاتوبيسات عشان تتحرك على مركز المؤتمرات. في ناس كتير جدا واقفه في الشوارع مستنيه نفسهم بس يشوفوا صلاح، من يعني فعلا اصبح حاله كبيره جدا، وزي ما حضرتك الناس هنا بتحبه جدا، وجمهور ليفربول مستنيه كل حته تاني. صحيح. احنا عايزينك بقى تركز بقى مع قناتك قناه الاهلي يعني علشان نقدر نجيبك على التليفون وانت في مركز المؤتمر ان شاء الله. هو موجود قبل الحفله يعني ان شاء الله. لو دكتور يعني دكتور عادل كريم طبعا بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله يكون يعني صلاح وكل ما هو مصري يبقى هو اللي بيفوز بالافضل دائما في افريقيا. كابتن احنا اتنقلنا فوق العدد محمد صلاح طبعا، احنا اتنقلنا من مرحله الحلم لمرحله لا مفاجات لمرحله الحقيقه واليقين. صحيح. محمد صلاح طبعا سيدو ماني لعيب قد الدنيا، ابو ميانج، لكن ابو ميانج اصلا علاماته كلها لا ترقى حتى لان يفوز بالفضيه او المركز الثاني يعني. التشكيله واضحه في الارقام بتقول ان محمد صلاح نمبر 1 والكره الذهبيه، بعديه سيدو ماني، اعتقد ان الثالث ابو ميانج. اما عن كوبر فكوبر وصل بمنتخب مصر بعد 3 انقطاعات عن الدوره الافريقيه او كاس الامم الافريقيه يصل معها، ثم يلعب المباراه النهائيه متصدرا المجموعه
وبالتالي عندما صعد ايضا للمباريات اللي فيها خروج المغلوب فاز ولعب النهائي زي ما قلت حضرتك، ثم وصل قبل نهاية المنازلات في المونديال لروسيا 2018. اعتقد ان صلاح كوبر منتخب مصر هو ثلاثي هناك باذن الله سيطرة، نتمنى ان يكتمل مربعها بالنادي الاهلي، وان كان لعب المباراة النهائية لم يكن كافيا دوري الابطال يعني. صحيح. انما نقول معلش خلينا نقول ان الاهلي عنده منها عدد، لكن يعني هنفرح مع منتخبنا ونفرح حتى مع مستر كوبر اللي حب البلد دي واشتغل لها، وطبعا ابننا صلاح اللي انا بقول له احنا اسفين يا صلاح ان انت لوحدك، عارف الاسره اللي ما عندهاش الا طفل واحد مهما كانت بتدلله، نتمنى الاسره الكرويه المصريه يعني تجيب ولاد كتير يخاوا صلاح. هو قدوه هيخلي الفتره الجايه ان شاء الله وجود محمد صلاح بس في الانديه بقى والانديه ومن قناه النادي الاهلي، وطبقا للي قلناه مع قرن جديد مع امال وطموح جديده في ملاعب ذكيه وارضيات قبل حتى المدرجات عالميه، نتمنى ان يكون هناك ما يسمى تنشيط صادرات، يعني السيد الوزير يا رب يسمعنا يا ريت يقول اللي هيطلع لعيب عنده 19 سنه هديله 10 مليون جنيه، ايه المشكله؟ كلاعب محترف طبعا في اوروبا ونعمل كده زي مباحث رياضه، اللي راجع واحد من اوروبا مباحث الرياضه دي تمسكه بصراحه شديد. والله انا معاك يعني الحقيقه انا معاك والله الحقيقه البرازيل يعني معلش هطول على حضرتك والساده المشاهدين، البرازيل ضرب التفليسه حتى كان من يدعوا انهم مثقفين او عالمين بالامور كنا نقراها وندرسها وزمايلنا في اقتصاد وعلوم سياسيه يدرسوها، تفليس دوله زي تفليس التاجر. البرازيل قلبت التفليسه دي يا كابتن، عادت بمثلث قاعدته تسدير لاعبو كره القدم لاوروبا، ومن ثم بقت البرازيل مش الكره الحلوه بس، بقت البرازيل 94 واخد بال حضرتك كاس العالم 98 افلتت منها بحاله كده ابقى احكيها لك، حاله مخابراتيه حصلت عليها في فرنسا مع رونالدو ثم تفوز 2002، يعني هذا التطوير حتى للبرازيل مكنها من ان اقتصادها اقتصاد البلد مش اقتصاد الرياضه. والضلعين التانيين بتوع المثلث هم عندهم نباهه في حكايه اعالي البحار دي اللي هي شركات الشحن وكذا، حتى افيلانج ده كان واحد من كبار اصحاب الحاجات دي ثم طبعا تجميع السيارات عنده، هذا هو المثلث التي عادت البرازيل من اقوى 8 اقتصادات. فاكرك هتقول البن مش بس لا البن لا مش البن احد اهم السلم لكنها ده قاعده والعام الاول على فكره صدروا 1043 لاعب، ما اعرفش ليه 1043 لاعب لكن كانت خطه عملها لهم اقتصاديين. والله حاجه غريبه جدا لما تلاقي فعلا اقتصاد دوله بيقوم على انا بقول لحضرتك كره قدم جاء من تفليسه زي التاجر لواحده من اقوى 8 اقتصادات في العالم. وبالتالي بس عشان نرجع للناس بتوع الفنكوش نقول لهم انه هذه البطوله من الفرنسي فوتبول حتى الان هي بطولة افريقيا الافضل في افريقيا لغاية العام 91، هتلاقي بدأ الرعاة عهد البيزنس يعني طبعا كان ظهر بره لكنه دخل هنا، الاتحاد الافريقي حمر عينيه وفرك ايديه وقال للفرنسي فوتبول كنا شركائكم مش قادرين نصرف، دلوقتي هيجي حد يصرف، انا ساتولى جزء الرعايه واديكوا اعلانات وانتم الناشر الرسمي تمام. ومن تتلقوا يعني رسائل او تصويت المدربين عبر العالم. وبالتالي هي جائزه واحده والعهد على الراوي على مسؤوليتي واللي عنده كلام غير كده بالورقه والقلم يتفضل يجيبوه لنا. وهي رجعت 2010 تقريبا فرانس فوتبول اندمجت مع ما هي مندمجه من 91 لكن فكره ان هو قومها وما كانش راضي بالاتفاق اللي حصل في 91 92 الا هو تكون انت الناشر واكون انا صاحب كل الحاجات فبدا الفلوس والدخل واكاليل الغار والحفلات وكذا وبدات ضبابيه بينهم، لكن هي يعني انه مثلا اول واحده سليف كيتا ده اول محترف افريقي في اوروبا، الفرنسي فوتبول تديله اتحاد القاره ما يعرفوش اكيد طبعا ده كلام مش منطقي يعني. اللي بعده ابراهيم سالدي انا بس مش شعفاني النضاره فيا ريت تقول معايا شريف سليمان طبعا من غانا كوناكري وهي بلد كروي جدا جدا غينيا طبعا، عندنا كمان بوانجا من مازيمبي بوانجا 73 احمد فراس نجم المغرب، اجيال كثيره تعرف من هو احمد فراس كان ماركه كده كرويه مغربيه مهاجم ولا اروع، مرورا بكل دول بقى روجي ميلا هو طبعا المحبوب والمعروف في مصر طارق دياب كريم عبد الرزاق وبرضه لعب عندنا في مصر، توماس نوكونو وبرضه لعب في مصر
وصاحب الكرة الذهبية في 83 جاب فيه أروع هدف يعني دخل في مرماه بحسب تعبير بيل أنطوان ساعتها في مباراة الأهلي والمقاولون عام 84. عندنا كمان الأخضر بلومي يا كابتن، الأخضر بلومي. عندنا توماس نكونة أقول حارس الآخر طبعا، كابتن محمود الخطيب يا رب يعني يمتعه بالصحة والعافية. سيوفيل أبيجا في الموسم اللي قلت لحضرتك كان هناك من يؤكد ان ابراهيم يوسف رحمه الله الاولى. المعلومه دي انت بتقولها لي الصراحه جديد، لان كان فعلا كابتن ابراهيم يوسف طبعا في مرحله من مراحل هايل. التيمومي اهو النجم الذي نعرفه الكل في مصر، بدو الزاكي الحارس الاروع المغربي، رابح متجر طبعا قائد يعني محاربي الصحراء الجزائريين، وقس على ذلك بقى كالوشا بواليا، وبالتالي هتلاقي كالوشا بواليا، هتلاقي جورج ويا راجل رئيس دولته الان، عبيدي بيليه، رشيد ياكيني وكلنا شفناه برضو وعصرناه، ايمانويل امونيك ولعب في مصر. يا اخي البلد دي عظيمه يا اخي، بس لو ناس هتحبها اكتر. شوف كل النجوم دي تهوى ان تلعب في مصر، معبرهم لاوروبا. صحيح. هكذا يؤكدوا دايما يا كابتن. صحيح. وبالتالي عشان نقفل هذا الصداع، فعلا هي جائزه واحده. مصر الليله ربما يعني تبقى في المربع الذهبي اذا ما اعطوا الاهلي فرصه، لانه هو صاحب اكثر حصيله من بطوله ابطال الدوري، لكن لو قرروا ان البطوله المنتهيه كانت للوداد سيكون الاهلي يعني هذه المره متنازلا للاشقاء يعني المغاربه. وبالتالي يعني دعواتنا تكتمل فرحتنا الليله، يبقى عندنا مشروع القرن للاهلاويه ولكل مصر بقى طبعا، لكن لكل مصر بقى كلها محمد صلاح، منتخبهم، مدربهم، والنادي الاهلي. هرجع لك بقى لمحمد صلاح يا استاذ عصام، ولكن خليني اقول لك ان مصر بس ما خدتش غير مرتين كافضل منتخب، يعني 98 و2008. صحيح. بالرغم ان احنا ابطال افريقيا لمده طويله، فده في حد ذاته ما هو كان برضه مش علامه استفهام، بس بيحاسبك على كاس العالم يا كابتن برضه. بيني وبينك يعني في 98 كان منتخب مصر تقريبا بلا محترفين اللهم الا كابتن هاني رمزي ربنا يديله الصحه، وبالتالي كان ما ينفعش ما يدوهاش احسن منتخب يعني. وبالتالي كابتن جوهري كمان رحمه الله كان بدا يدخل الرانك العالمي، مش افضل من 10 مدربين في سيزون او في بطوله، لا على مدار التاريخ كانوا بيعدوا كده العده، وده اللي ظهر في 2004 لما تم اختيار هذا الراحل الكبير محمود الجوهري ابن مصر طبعا والنادي الاهلي ضمن افضل 15 مدرب على مدار كرة القدم منذ بدأها رسميا للعام 2004. تمام. وبالتالي دي الانتصارات اللي لو حبشنا حواليها بقى بالاحتراف، ما يبقاش بقى في لاعب ومدرب وطالب ومجند في نفس الوقت، يبقى في سلعة للتطوير اسمها لاعب الكرة. صحيح. وكذا تخيل البلد دي تروح على فين باقتصاد وسياحة اسمها سياحة الرياضة واقتصاديات كرة القدم. يعني احنا في الحقيقة ممكن نشوف فعلا في الأول وفي الآخر حد كده يكون بيلعب كرة أصلا مركز في الكرة بس، يعني موضوع الدراسة ده يبقى مش موجود عندنا الجزئية دي. احنا عندنا حاجة اسمها مدرسة الموهوبين يعني طبعا في الأول وفي الآخر. بس يا كابتن برضه مدرسة الموهوبين دي ما ينفعش تدرس لك حاجات توديك كلية الطب. لازم يبان. أنا ما بقولش للأسرة المصرية حضراتكم بسرعة كده قولوا للولد اقعد في البيت ويلا يا ولد على النادي والعب كورة، مش صحيح. بره التعليم بالنقط زي ان شاء الله يا رب بيدرس انه يتعمل هنا، اللي هو حضرتك تسجل كذا ماده فينفع تروح ثانوي عام ولا غيره. في الاثناء لو انت متفوق رياضيا هيبقى عندك لغه، عندك ثقافه، وحكايه بقى بتفك الخط زي ما بنقول. طيب اروح سريعا برضو لاكرا مره تانية كده، ومعانا دكتور كرم كوري طبعا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. دكتور كرم مساء الخير عليك. دكتور كرم. الو. ايوه دكتور، السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وتحيات طبعا استاذ عصام شلتوت هنا معانا في الاستوديو، اكيد منتظرين الافضل بالنسبه لنا ان شاء الله، سواء بقى منتخب او مدير فني او نادي او طبعا محمد صلاح. دكتور اهلا بحضرتك واهلا باستاذ عصام. طبعا احنا لسه اهو في الفندق اهو هنتحرك حالا. الحمد لله على السلامه. كل سنه وانت طيب والحمد لله على السلامه يا دكتور. الله يسلمك يا كابتن عصام، يا حبيبي. موفقين ان شاء الله. نروح على الكونفنشن سنتر علشان بدايه الحفل. واحنا لسه مش شفناه صلاح على فكره. لسه هو تقريبا وصل وراح على المؤتمر الصحفي على طول، وهنقابله هناك بقى باذن الله. توقعاتك ايه يا دكتور؟ والله انا شايف يعني ان احنا
يعني صلاح طبعا دي يعني حاجه اعتقد ان هي المفروض ان الوضع الطبيعي صلاح ياخد النهارده، وممكن او ان احنا كمنتخب او كمستر كوبر ان برضو حد فيهم ياخد الجائزه برضو. لان فعلا انت لو تبص على السي في بتاع مستر كوبر وبتاع الاثنين التانيين، لا اعتقد ان مستر كوبر متفوق عليهم. كمنتخب يعني يمكن انا شايف ان الكاميرون بتتفوق علينا ان هي خدت كاس الامم ودخلت نهائيات كاس العالم، فهي جايز انت متابعها بالترتيب، لكن هي كنتائج او كبطولات في 2017 حققت احسن منك. لكن ايه اللي هيحصل؟ انت عارف الحاجات دي طبعا. لكن يعني علاقاتنا ما تخليناش نعرف دلوقتي يا دكتور احنا منتخبنا هو اللي هياخد. خلاص محمد صلاح محسوم ان شاء الله بامر المنافسه ان شاء الله. لكن بالنسبه لمنتخبنا وبالنسبه للمدير الفني ما فيش كده، العلاقات سربت كده ان احنا ان شاء الله ناخد هذه الجائزتين. لا لا مش اي حاجه. دكتور كرم يعني مش عند حضرتك توقع يعني، وانت دايما قريب من الاحداث. انت بس ومعاكوا كمان مهندس هاني ابو ريده. لا والله لا لا المره دي لا ما اقصدش نتيجه مبكره. لا انا ما اقصدش نتيجه تبقى عارفها مبكرا، قصدي اقول لحضرتك انه فعلا كوبر على الاقل يعني زي ما يزوا الكاميرون علينا في ظل المقصه اللي بيحبوا يعملوها ما يدوش حد كل الحاجات ماشي، لكن كوبر قدم افضل النتائج مع منتخب مع اتحادكم ما كناش بنروح، بدانا نروح، رحنا كاس العالم، وبالتالي الراجل هو صانع ده. مش متوقع كده انه ممكن ياخد كوبر يا دكتور كرم؟ لا انا رايي زي حضرتك كده، ان المفروض كوبر برضه هو ياخد احسن مدير فني في افريقيا 2017. نتمنى ذلك يعني ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى الافضل لمصر دائما يا دكتور. يعني الحمد لله على سلامه حضرتك، مش عايزين نعطل حضرتك ان شاء الله. نستمتع بالحفله، هنكون متابعينكم من خلال طبعا، ونبارك لكم ان شاء الله على كل شيء. شكرا دكتور كرم كاردي، طبعا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. يمكن هو بيتكلم على الكاميرون دكتور كرم. الكاميرون هي اكثر المنتخبات اللي حصلت على هذه الجائزة سبع مرات. لا احنا اكتر. لا انا بتكلم كالافضل. الافضل. انا بفكر لا احنا بطولة افريقيا احنا واخدين، لكن كافضل هو منتخب الكاميرون سبع مرات. انت مرتين انا بقول لحضرتك بالظبط 98 و2008، لكن هم ده ده حلوا المعادله اللي قلتها لحضرتك. انا مش عامل فيها قرصته يعني. ده بالعقل يعني. الكاميرون بتصدر من امتى لعيبه؟ احنا لسه لين ثيوفيل ابيجا سنه كام؟ في تولوز. واحنا فين وفين؟ اما زي العربيه تزق وتديها الثانيه عشان تدور. اما بنطلع لعيب ولا اثنين ولا ثلاث. هنا الدوله لازم تمتلك هذه الاراده، دوله الرياضه يعني. مش معقول كل شويه اقعد اقول يا سيد الرئيس. لا انا بقول لسيد الرئيس دوله الرياضه، وزير الشباب والرياضه، ومن ثم دوله رئيس الوزراء. طب ما احنا لازم يكون عندهم موضوع صحيح حاكم. انا معاك يا حسام، بس خلينا وانا يعني برضه هي الملاحظه في ايه؟ انت في 2008 و2006 و2010 لما خدت ثلاث بطولات متتاليه، ما كانش اللاعبين دول ما كانوش محترفين، كان اكثرهم لاعبين موجودين. دلوقتي انت ما شاء الله. لا ده عشان البطولات المجمعه، وعشان بنعطل الدوري ولا صوت يعلو فوق صوت مصر. التانيين بيبقى جاي 72 ساعه ويلعب يا كابتن فاروق، فغالبا ما بيغزلكش. انما احنا دايما نقول ايه؟ الفريق الاستثنائي، النجوم الاستثنائيين، صح ولا لا؟ تمام. لا في مصر الجديده يا كابتن لازم يبقى تركيزنا باعلامنا بفنيينا، ان مصر زي المانيا في اوروبا، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في اي حته تعجبه. انا اسف يعني. طب ليه؟ لان ده وضعها الطبيعي. وبالتالي انت لازم تبقى في كوته افريقيا كل اربع سنين. مش 56 طبعاً. نفرح ان اختصرناهم 28 سنه. لا بقى، انا كل اربع سنين لو ما روحتش لازم اعمل انقلاب على من يدير كره القدم الحقيقه، واقول له واحاسبه، واقول له انت فين؟ انت بتعمل ايه يا عم انت وهو؟ انتوا جايين هنا ليه؟ اذا بلدي ما خدتش وضعها، اذا بلدي ما بقاش عندها اكتر من صلاح والنني طبعا. بس انا بتكلم انه دايما المهاجم وفكره اللاعب اللي هو يعني، ما هو في كتير ارجنتينيين ونجوم كبار، لكن يبقى ميسي صحيح. محرز الهدف والاسيست وكذا. انما مثلا نوعيه النني ده لازم عندنا منه عشرات، لكن يبقى عندنا من سوبر صلاح ده بقى مش اقل من 20 30 لاعب. أنا كنت عامل دراسة وأعوذ بالله من كلمة أنا، وقدمتها لدولة رئيس الوزراء، بقول لحضرتك أهو في اجتماع جمعنا مجلس تحرير اليوم السابع معاهم، حد من أصحابنا الاقتصاديين عاملها لي. بخصوص إيه بقى؟ إن 20 لاعب بنفس المرتب اللي خده ميدو قبل ما ينتقل للعب ماتش بماتش والحاجات الأخيرة في حياته دي، ما أحبش إن هو يفتكرها ولا إحنا يعني.
20 واحد بنفس الرقم ده مدخراتهم من العملة الصعبة قد الشباب اللي في سنهم في دولة الإمارات حضرتك. تخيل. شوف بقى العملة الصعبة تيجي ازاي. روني جه قاعد هنا 3 ايام في شرم الشيخ، كل اللي سأل عليه هو انتوا ليه ما عندكوش ملاعب عشان فرق اوروبا تيجي في الشتاء والثلج هنا وتتمرن. اخر رحلة لبرشلونة في اتجاه شرق اسيا السنة اللي فاتت كان وراهم 96 طيارة شارتر، جماهير حضرتك، جماهير مش دي سياحة برضه حضرتك طبعا. والناس دي ما بتفكرش للبلد ليه؟ تعالى بقى للاعب المحترف والمدرب المحترف. فالأسرة تقول لك طب افرض الواد اتكسر، لا ده كلام قديم، هناك اختراع كده اسمه بلسة التأمين، والعياذ بالله ممكن اللي يبطل قبل سن الاعتزال العادي يقبض بيها أكتر من لو كمل حياته. يعني هناك جارانتيز كتير، هناك ما يمكن أن يكون حمايات كثيرة جدا لنجوم الكرة، وإلا كانوا بطلوا المصانع، كانوا بطلوا الناس بيشتغل في النوى، ما ممكن النوى يعفر عليه مثلا يعني. ما هو ما يقولولناش كلام بقى أي كلام عشان نلاقي واحد يا أخي. لو محمد صلاح قال لهم أنا عايز أجازة عشان راهم تاني يبقى مسار سخرية في ليفربول. أنا بقول لحضرتك وأنا مسؤول عن الكلام ده، وحضرتك قريب من كاب صلاح، وأنا ده أخويا الصغير وابني، وبقوله الكلام ده بيضحك طبعا، لكن بيقول لي هنعمل ايه، دي عوايدنا. اذا احمي الاسره بقى من سماسره بيودوا العيال ياخدوا منهم هاتوا 2003. الاسر المصريه بتسرق عشان حلم الكوره، لحد بيراقب اكاديميه، لحد بيشوف العيال كلها ينفع في سن 10 و11 سنه يجروا 20 لفه، ولا ده لازم يجري 10 وده 5، ولا اللي بيلموا الفلوس دي كلها بيجيبوا يا راجل دكتور يكشف على العيال لا يكون طفل مريض. نتمنى ان في مصر الجديده، وده هيبقى شغلنا الشاغل في قناه طيب. الاهلي ان نطلق هذه الصيحات، لان مصر الجديده تستاهل تضافر جوه. طيب حضرتك رئيس تنفيذي للتحرير او الرئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، ويمكن في خبر دلوقتي ان المهندس هاني بوريد على اليوم السابع ابلغ اسره محمد صلاح انه خلاص مفاجاه. ما انا قلت لحضرتك احنا انتقلنا من الاحلام والدعوات انه لا مفاجات بالارقام طبعا. ما اصلا ما ينفعش. عد الاجوان، عد الانتصارات، عد ما قاده صلاح من مباريات مع منتخب بلاده مع ناديه، وحتى قبل ان يغادر الى ليفربول هتلاقيه هو طبعا متصدر. يا سيد الفاضل هناك بعض المجاملات لكنها لا يمكن ابدا انها تقف اولا في موضوع صلاح. ايوه زي ما تقول كده، ما ينفعش واحد يقول لك ما فيش شمس والشمس في عينيه يعني. او يقول لك شايف الغمامه دي، غمامه ايه يا عم، دي الشمس حضرتك يعني، الشمس اللي هي بتعرق وتسخن وحاجات كده. صحيح. يمكن وانت حضرتك بتتكلم على جزئيه المحترفين وعايزين 50,000 صلاح مش صلاح واحد، ده يدل او يبرهن على ان هيكتور كوبر لما بيعتمد على المحترفين يا عصام ده مش من فراغ. طبعا حق. طبعا حضرتك لعبت كوره في النادي الاهلي وفي منتخبات، مش هسالك عن المنتخبات، خلينا في النادي. اكيد في لعيبه كانت بتيجي وانتوا شايفينها في حتت كانت مدغدغاكم، اول ماتش يجي يلعب معاك وتلاقيه ناقص يعمل زي حسين فهم في فيلم العار مش قادر. لا دولي دي خيال تاني. صحيح. واحنا شفنا بقى لعيبه مع منتخبات كده طبعا بيروحوا منفضين ده على طول، لكن النقله الدوليه دي مش اي كلام. سواء لو انت بتلعب في الداخل وعايز بقى تبقى مع الانديه الكبرى، واخد بالك، صحيح في انديه دلوقتي بتصرف على الكوره وبقى في منافسات شديده، لكن تخيل بقى ان انت قادم من اوروبا، يعني خلص الكلام بقى. مفيش حاجه بقى اسمها اما تطلع في الطرقه. احنا كنا بنعاني واحنا شبان بنغطي ايام الكابتن جاري، يعني انه لاعبتنا بيقعد يهز فيهم لما بيطلعوا الطرقه وهم نجوم كبار من كتر ما بيحملقوا في السنغال ونيجيريا والكاميرون وهم ماشيين معاهم. كابتن جمال عبد الحميد يعني قال حاجه لطيفه قوي، الكابتن شوبير يعني اجمعوا عليها الاثنين، ان هو قال لهم ساعه ماتش هولندا واحنا طالعين الطرقه نقف على صوابعنا لاحسن دول اطول مننا. ايوه صح. تخيل انت بدءا من فكره القوى الجسمانيه اللي هي بتبدا مبكرا. يا سيدي الفاضل، ميسي في سن 10 سنين كان عنده انيميا وكان يمكن الا يلعب كره قدم. بيكهام خدوه من بلده على مدينه اخرى هو واسرته. ليه؟ لانه شافوا فيه مبكرا انه يبقى بيكهام، مفيش هزار. وبالتالي لو وسعنا للمساحات دي وبقى في وظيفه محترمه تقبلها ام العروسه وابو العروسه كمان اسمها لاعب كره، هيفك عننا اللود شويه. واحنا نضمن لهم بقوانين كره القدم واحترافها وهي قوانين عالميه انه لا يخافوا على المستقبل، بس بشرط ان الولد يبقى بيتكلم لغه على الاقل، وطبعا كمبيوتريست. صلاح كله بيمسك الاجهزه يعني. صلاح شايفينه كان بيتكلم
انجليزي ايطالي اتكلم ايطالي اتكلم بقى مش بس فرنساوي، الغالبيه في سويسرا بيتكلموا فرنساوي، لكن هو كمان اتعلم اللغه الدارجه بتاعت السويسريين يعني. ما لكل بلد لغه دارجه، هو اتعلم جزء منها زي ما قال لي يعني. يعني هي دي الشطاره بقى يا كابتن فاروق. صحيح، الرجل يعمل على نفسه. حضرتك مشروع، المشروع يحتاج تصرف عليه، هتبقى بخيل هتروح، هتجيب مدير اعمال وانت قاعد على كافيه دي لول بوتو في ايطاليا يقول لك يلا الساعه 11، ولا هتجيب بقى سمساره؟ انا اسف، ما دول برضو لازم نقاومهم هنا. صحيح. او بعضهم، مش بقول كلهم، نقاومهم هنا. ده راجل حتى مش حاطط يافطه يا راجل، ولا مشغل 3 4 شباب عنده، ولا 2 محامين شبان، ولا بيدفع ضرائب الله اعلم، هو ضارب ام الشنطه كل الورق فيها، يقوم بايع فاروق لعصام وادي وش الضيف قلع يا جدع. كل ده لازم مراجعته حضرتك. صحيح. عايزين سيتويشن جديده خالص. عايزين كما يعني يتم العمل في مشروعات الدوله العليا، يتم العمل في دوله الرياضه. صحيح صحيح، انا معاك في الجزئيه دي. انا بقول لحضرتك انت صلاح ده بيدخل لك قد ايه دلوقتي يا سيدي من مدخراته والنن وكذا، ولادنا اللي راحوا يا سيدي السعوديه، وان شاء الله على باقي دوريات الخليج هيروحوا، وقبلهم راحوا الامارات. تخيل حجم الدخل، تخيل حجم الشعبيه. اضاف لك بقى من الشارع اهم البيوت اللي بتبني عليه دلوقتي الشقيقتين مصر والسعوديه. استعادت قوتنا الناعمه كعرب يا اخي، نبقى في نجوم عرب، فما يبقاش صوره العربي ده انه بسنان طويله وجرر الستات من شعرها وبياكل ربع الخروف بايده كده اكنه ساندويتش صغير. دي صوره ذهنيه. لك ان تتخيل ماذا تفعل العالميه. صحيح. في مجتمعات احنا الاقدر ان احنا نبقى من ارقى سكان الكره الارضيه على سبيل الكره، ما هي برضه الكره الارضيه كوره يعني. صحيح. طيب ارجع لك للمنتخبات، ولماذا مصر لغايه دلوقتي مش واخد حقها في جزئيه الافضل بالنسبه للكاف؟ ما قلت لحضرتك، هم الناس الحقيقه، بص المجاملات تقل بقى لنا 10 سنين على فكره، يعني المجاملات الافريقيه بتقل. تمام. لكن من الصعب ان انت ما تروحش كاس عالم الا كل 28 سنه وتبقى الافضل. لكن احنا هو متمسكين بامل كوبر، لانه بعد 3 دورات مسك منتخب فوداه نهائي ولعب المباراه النهائيه. صحيح. ثم ذهب به الى كاس العالم بعد غياب 28 سنه، اللي هم الفاصل بين 90 و 2018 في روسيا ان شاء الله. وبالتالي تقدر تقول ان هو حقه يجتهد. لكن ماذا تفعل مع الكاميرون وقد كانت البطوله اللي قبلها لعب النهائيات، واللي قبلها لعب النهائيات واحنا بره؟ ماذا ستفعل معه وهي لعبت المباراه النهائيه امامنا وفازت بالكاس؟ هتقول لهم ايه وهي راحت كاس العالم؟ فما فيش يعني. اخشى كمان انهم يحطوا نيجيريا في المود فيبقى احنا الثالث والنص كمان، واخد بالك؟ اذا ما قيس على الحكايه مخزونك ونقطك او نمرك او علاماتك، زي ما بيقولوها في الترجمه من اللغات للعربية يعني، يقول لك علاماتك 1 2 3، الثاني 1 2 3 4 5. عشان كده صدقني ما تعومش على عوم اللي لسه هيقوله تاني، ان الكاف يهم مصر. لو تتذكر النادي الاهلي عندما اعتذر عن بطولة افريقيا رحم الله المايسترو، كانت نكدايا ترقى للمآتم في الكاف. اللي بيشتري منهم بدولار اشترى منهم بربع جنيه. الماتشات اللي فيها 100,000 متفرج بقى فيها 11,003، واخد بالك؟ وبالتالي انت كتله، ها كتله مهمه. تخيل بقى تستعيد عافيتك الرياضيه، تعود بقواتك الناعمه التي كانت تجتاح قارتك. قارتنا دي كانت بتصحى وتنام تقول مصر، والان ده توجه القياده السياسيه على فكره، عادت لافريقيا وعادت لحضنها ومحيطها العربي اهو. طب ما احنا كنا فين؟ هنقول خلينا بدانا الحمد لله، بس يلا نكمل بقى، ما نقفش، يلا نكمل، ما توقفش ابدا. الله عليك يا فاروق. 2017 الله عليك افضل بالنسبه لمصر في الرياضه استاذ عصام؟ طبعا كانت الافضل الحقيقه. يعني نتائج رائعه، العاب فرديه. صحيح. العاب النزال، ابطالنا من ذوي القدرات الخاصه كمان، ولادنا المتوحدون اللي هو الاولمبيات الخاص كمان. ايه الروعه دي؟ ايه الروعه دي؟ ايه الروعه دي؟ اللي بداوا طريقهم بانه الطفل عمنا ومش هنساها، قال الرئيس السيسي احنا مستنيينك في الاحتفال حتى قبل ان يرشح نفسه، فذهب عبد الفتاح السيسي، وقتها كان وزير الدفاع والمسؤول عن حمايه هذا الوطن، بعد ما بقى ما فيش دوله يعني اللي كانت غدرتنا الحمد لله يعني. جاء الملعب ساعتها واقترب منهم، وده اللي خلى الاولاد دي تعيش حاله تانية
دول موجودين في المجتمع. فتخيل ان احنا في العام 2017 اجتهدنا في كل ده. انا معاك بقى في اللي انت قلته بس ما نقفش. احنا ليه لما بنعمل كده يقول لك يلا نريح؟ عارف دي مشكله ايه؟ دي مشكله تقريبا اغلب الحاجات في مصر. اذا ارادوا تنظيم المرور في الاعياد مثلا فتلاقي المرور في مصر ده ايه؟ عبقريين سكينه. بعد كده طب بكره رئيس انا اجي الساعه 9، مع ان انا كل يوم بروح الساعه 7 عشان انا اشتغلت 3 ايام طلبا للراحه بقى، طلبا وكانها مكافئتي ان انا ايه اتراخى شويه. طيب لو اردنا ان احنا مثلا في قناه الاهلي نضغط ضغط عشان داخل علينا اتلتيكو وبعديه اهلي وزمالك وبعديه السوبر المصري ومش عارف ايه، ممكن تلاقي الرجاله يقول لك ايه خلاص بقى، طب بعد اذنك انا مش طب ما بكره انا ما اجيش وفاروق يجي، طب عم فاروق شيل انت بقى النهارده. لازم الهواجس دي تنتهي الحقيقه. حته السكر ما هياش ان انت بعد جهد تريح، صحيح. بالعكس حته السكر انك تفرح بان الجهد ده اثمر وبالتالي تواصل عليه وبالتالي تبني عليه، والا كانوا الناس بره بطلوا يعني. يا اخي يعني رونالدو الكبير سالوه لما انتقل راح ريال مدريد، واظن الصفقه كانت قربت من 60 مليون ساعتها. فطبعا عرفنا وقتها انه باعوا بحاجه و50 قبل ما يوصل تيشيرتات بس قبل ما يوصل يتصور الصوره اللي فيها رئيس النادي والحركات دي، وطبعا وكيل اعماله اللي هو وكيل اعمال بجد مش زي اللي هنا. فواحد ساله سؤال بعد ثالث ماتش قال له يا اخي انت واحد من اثرياء الدنيا، انت بتجيب منين فكره انك تقلع وتبقى بالشورت فانيلا وتلعب تاني؟ قال له كلما تذكرت ان ال5 دولار كانوا حلمي انا وامي ابذل مزيد من الجهد. يعني الحكايه مش حكايه خايف من الفقر، ما هو برضه ما حدش يفلسفها كده، لا هو لا عمل لانه قبلها كان يعمل، عارف فين حضرتك؟ في مسبك للمعادن اللي هو عيني اخر النهار يبقى مهبب، فاهم؟ لكنه كان يعمل لان ابوه تقديس العمل نفسه زي نظامه من بره ساب امه والولاد ومشي، وبالتالي هو لابد ان يعول امه في سن ايه بقى؟ 8 سنين حضرتك. فلما يلاقي وظيفه اسمها لاعب كره مش عايزه يقاتل عليها يا راجل، مش عايزه يقاتل عليها، لكن كمان فيه فرائض اخرى غائبه اهمها مدير الاعمال. اوعى تتهم اللاعب انه فاسد وكذا فتروح واخده رميه بره النادي، ده دي هوايه. ليه؟ كره القدم يا كابتن فاروق وسامحني يعني عمال استخدم مصطلحات يعني الحمد لله ان دمها خفيف. انا معاك يا النادي والتفريخ مش بيسموها ايه بتاعت الفراخ، مش مزرعه فراخ. في مزرعه الفراخ يا كابتن فاروق كل بيضه فيها كتكوت. في مزارع المواهب فين وفين؟ جاسكوين في انجلترا فضلوا يجيبوه من حانات وكذا على مدار 5 سنوات رموا طبطو بعدها. وفي النادي الاهلي كان هناك نموذج رعوه 3 4 سنين برضه لغايه ما هو بقى ما فيش منه فايده. لكن حتى الكابتن خطيب اتى به وهو منافسه مهاجم بمهاجم وقتها يعني، وكان مهاجم يعني يتصور له البعض القمه تلو القمه، كويس؟ وبالتالي لا تقدر الموهبه حضرتك. حتى احنا في فكره الاب المصري ها ما ينفعش ابنك الثلاثة أربعة الشباب الوحشين زي ما بيقولوا سهروه لغاية 3 4 بالليل وجاي لك ريحته دخان لأول مرة فتقول لهمش يا ابني كذا وكذا روح عند اللي كنت عندهم، لا يدخل وينام وتعالج اللي وقع منك. المواهب يا كابتن وأكدها لحضرتك تاني مش زي مزرعة الفراخ. لما يبقى في موهبة لازم أريها مدير أعمال ومدير أكل ومدير مطبخ. طب النادي بالموضوع ده يا استاذ عصام. طب انا معاك، انا معاك. انا اقول لحضرتك ان انا ما ينفعش كلاعب استخدم ذكائي بس وابتدي اشتغل لوحدي. اقول لحضرتك ده هيبقى هوانا هنا ان شاء الله في قناه النادي الاهلي اللي داخل. ما هو مش ممكن يكون ملعب القرن ده هيتلعب عليه هوايه، مش ممكن ملعب القرن ده ومشروع القرن ده مش هيصدر للخارج سلع اسمها نجومك يا مصر. صح. الاهلي هو من بدا فكره الترحال نحو اوروبا بنجومه يعني، ومن ثم التحق الزمالك وغيره، وشفنا من الاسماعيلي بركات قبل ما يجي الاهلي واخرين في 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 شتى الانديه يعني. وبالتالي لابد ان تعمل هذه المنظومه. لو بدات بالاحمر هتصيب باقي الالوان كله. صحيح. وبالتالي خلينا نقول انه عهد علينا انه لازم يبقى ده ضمن اهم ثقافات مجتمع مصر الجديد اللي نأمل انها تبقى فعلا سنوات صعبه عدت وسنوات امل جاي ان شاء الله. ان شاء الله هي منظومه يا استاذ عصام ونتمنى انها تكتمل
بشكل جيد ولازم تتحط ليها زي ما بقول بلان معين من خلال طبعا سواء اتحاد كوره او وزاره. طبعا خلينا واحنا بنتكلم عن وزاره الرياضه الدوله بتعمل طبعا يعني الحقيقه مش انهاز اتحاد الكوره لكنه الجهه الاضعف. هو بلا جماهير يا رجل هو بلا اعلام زي الانديه وزي الدوله. الوزير برضه لما يعمل مؤتمر ناس بتجيله وبتسمع لانه هيقول راي الدوله. صحيح. لكن اعتدنا ان اتحاد الكره نديله بنيات. انا ما بقولش انه نموذج رائع لكن على الاقل مع المجلس الحالي في اجتهادات. الحقيقه اصبح الان لدى الكره المصريه شركاء تجاريون يا جماعه. خلينا نقول الصراحه وناس بتستثمر في كره القدم وهو استثمار يا كابتن بين قوسين طويل الاجل. يعني ممكن الناس اللي استثمرت في شركات وكذا ما تلمش فلوسها مثلا زي لو عمل مصنع او مزرعه لمحاصيل مثلا، لكنه ده دوره لانه كده كده هيكسب. انما ده دوره نشر هذه الثقافه. صحيح. انت بتفرحش الوقت اما شركات مصريه بتشتري بطولات مثلا زي برزنتيشن النهارده انت بتتفرج على الكاف والافضل. دي حاجه انت مش بتبسطك. دي نقلها من على حساب برزنتيشن. مش خليجي 23 في الشقيقه الكويت برعايه مصريه. صحيح. مش ده شيء نفخر بيه. وبالتالي يبقى دور قناه نادي القرن ايضا هو بث نفس الثقافات. واعتقد انه ده الطريق اللي احنا رايحين له ان شاء الله. استاذ عصام نورتني وشرفتني حبيبك سعيد. احنا عملنا سكريبت مهم على الحقيقه حتى لو فاتنا بعض الحاجات الفنيه. بس انا متعمد لان طبعا كابتن احمد سامي المدير الفني الحقيقه برضو ده من ضمن الانصاف انه هو يتولى هذه الاجزاء الفنيه. ثانيا سبحان الله لاعبيه عقب الفوز على الزمالك طبعا كابتن حلمي قال انه لقى فريق معد جيدا لكن بدنيا. صحيح. انا احترمت اللعيبه قوي كلهم قالوا ان الكابتن احمد سامي كان مديرا فنيا على اعلى مستوى. ده طموح انا الشخصي انه في هذه السن ما يتقالش مدرب صغير. صحيح. احنا لغايه حسام البدري ما مسك النادي الاهلي كان بيقول لك اهو المدرب الشاب وصل، كان عنده حاجه و50 سنه وهاني رمزي وكذا. يا جماعه المدرب الشاب هو انتوا دول. ربنا يوفقكم. وانا بستمتع بيكم صراحه الكلام بتاعك او مع حضرتك ما بيخلصش لانه حلو فعلا ان شاء الله. يا كابتن مشاري عصام طبعا شلتوت طبعا رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع والناقد الرياضي الكبير هيكون معايا بعد الفاصل كابتن احمد سامي. هنتكلم بقى على الامور الفنيه اللي اتكلم عليها استاذ عصام شلتوت دلوقتي، وهنتكلم على تغيير المدربين بقى في الدوري الممتاز. يعني حتى الان 14 مدرب في الدور الاول بس، يعني فبالتالي هنشوف بقى حاجات كتير جدا في الدور الثاني. فبالتالي برضو كابتن احمد سامي كان واحد من الناس اللي كانوا موجودين في فريق طلائع الجيش واللي عامل صراحه كان مجهود كبير جدا مع فريق طلائع الجيش، لكن هي كره القدم كده. خلينا نروح لفاصل واستقبل كابتن احمد سامي.